أصدقاء إخوان، السلام عليكم. فيديو جديد إن شاء الله، أتمنى أنه يعجبكم. لقيت الوقت، عندي واحد الوقت شوية خاوي، قلت أنا نديرو شي فيديو نشاركو معاكم ونشاركو داكشي اللي كندوزو هنا حياتنا هنا. ولكن ما كتعرفو هنا سوانيا وأوروبا بصفة عامة كاينة الدنيا في الحقيقة. اش نقولكم، من واحد الناحية الدنيا زوينة هنايا، خدمة وداكشي وحياتك المادية كتحسن وداكشي، ولكن كاين حوايج خرين اللي إلا ما صبرتيش هنا خصك تصبر بزاف. هنا ماشي على الخدمة، خصك تصبر ماشي على الخدمة، راه كاين تمارة، خصك تفيق بكري وتفيق، كاين اللي كيفيق حتى للخمسة. أنا بعدا كنفيق من خمسة ديال الصباح باش تمشي تخدم، ومشاكل بعض المرة كتكون في الخدمة، المشاكل كتحل ديما. ولكن علاش تنقولكم هاد الهضرة؟ اليوم مثلا تقريبا هادي شي ساعة كنت مشيت لواحد السوبر مارشي فرنساوي، مشيت سبليوني، نورمالمون مكنمشيلوش أنا حيت جا شوية بعيد، حيت جا شوية بعيد داكشي اش مكنمشيلوش. كاين السوبر مارشي اللي كانت قدام منو حدايا قريب لي، ها كنقطع الطريق وكندخل. دابا ملي مشيت دابا هنايا كاين واحد النظرة، نفس عامة كاين واحد النظرة كيشوفوا المهاجر، ماشي كلهم ولكن الأغلبية بالنسبة لهم المهاجر ديما من كتدخل سوبر مارشي ولا تدخل شي بوتيك شي حوايج ولا شي، تيبقاو من تيكونوا دوك لا سيكوريتي تيبقاو حاضينك أو شوفيك، يقول لك هذا يسرق ولا هو كاين السرقة ماشي ما كاينش، ولكن كلشي كيسرق ماشي المهاجرين، تا ديول هنا كيسرقوا دي جون كوار صغار جميع. ولكن هاد النظرة كاين هاد النظرة اللي تيشوفو الأجنبي صافي راه يسرق، حيت راه كاين الناس اللي ما كيخدموش، كاين الظروف ديالو خايبة، هو الفقر بصفة عامة النسبة ديال الفقر في المهاجرين كثيرة ماشي بحال هنا، سي نورمال. تا كتجي واحد يجي مثلا عند 34 عام ولا 35 عام، هذا يبدا من الزيرو، قرب على قلب على الخدمة وقلب على وتانتيغرا ويقرا اللغة. المهم إلا كان قاري، راه كاين اللي هنا عندو 20 عام مكيهدرش، مكيعرفش يهدر السبلونية، وهي صعيبة. راه هنا بنادم ديال هنا راه زايد هنا وراه مساهلاش، فما بالك بواحد جاي من بلاد أخرى وكبير في السن وعاد يبدا من الزيرو يقلب على خدمة، ومن تخدم مترسم إلى رسموك لقيت شي خدمة خصك تقلب على الكرا، خصك هادي وهادي وهادي، وماشي سهلة ولا ما كان عندك لا تجربة لا والو، خصك كتخدم فاش ما كان، تقدر تخدم في فلاحة، تقدر تخدم في كاين اللي كيخدم في فلاحة، تقدر تخدم في شي وزين، تقدر تخدم في، ولكن كيخدم شي خدمات اللي ما عطاهملكش، كيطلبوا اللغه. قلت لكم اليوم مشيت للسوبر مارشي، وهما نتوما راه عارفين لي سيب ايبر هذا شويه كبير، لي سوبر مارشي عندهم الكاميرات، وكاين الناس، كاين واحد الصال فيها واحد الجروب ديال بنادم، كاين الناس مجموعه تما خدامين، هذوك شنو هي خدمتهم؟ هذوك حاضين على ماشي بالله، هذوك حاضرين على الكليان اللي كيدخل السوبر ماركت، كله داير الكاميرات، انت عاد تحط يدك على شي حاجه راه كيشوفوا فيك الناس بزاف اللي ولا كان شي واحد كيسرق تيشوفوه راه كيشوفك كتحاول تسرق. يا رنا سيدي دابا هما ملي كيشوفوا شي واحد اجنبي صافي كاين ديك التيكيت ديك ديال صافي هذاك مكتوبه له في جهته، هذاك راه احتمال انه يسرق، اما كاين ديك النظره فهمتوا ان هذيك النظرة الدنيا ديال حنا احسن حنا هذه هما هما هذه هما كيبيعوا المخدرات هما كي هذه الناس اسيوش هما كيبيعوا المخدرات هما كيسرقوا هما كي. وانا كنخرج غادي باش نخلص، راكم عرفتوا كنتي تخلص، جا واحد وقف قدامي حاضيني يسحبني، شوف واش انا هاز شي حاجه سارقه ولا لا، باش نعاود تخرج غتبقى تعوض ديك الصونات.
واقف قدامي تيدير حازه ما ردني هاني كيصبني رانا كامو مش اول مره كتوقع لي مرارا تيشوف فيا وهاد المره كي وانا حاضر كنشوف فيها من السوا سير ولدي انا راه عارف وحاضيني عارفني رانا ماشي من هنا رانا عارف وانا عارف وراه حاضيني السيد كيسحب راسو راه قابض وبقاتي هذاك الوقت كامل كيمشي كيضرب 10 متر و 15 متر وتيولي مع كان شي وحدين باقين قدامي كيخلصوا مازال ما وصلتني النوبه وملي وصلتني النوبه بقيت نخلص بديت نخلص جات بوانتا حدايا قريب شويه كيشوف قلت له شوف والله ان الكلبه اللي ولد دين امك صافي ساليت خلصت مشيت بحالي وواحد النهار في نفس هاد السوبر مارشي هذا انا حيت كنت الى احتاجيت مثلا شي حكي حيت كيبيعوا الحوايج الا احتاجيت شي حاجه بعض المره لا بانت لي شي حاجه كنمشي ناخذها ماشي لي مره في العامين مره في 3 سنين مره في 4 سنين كنمشيش بزاف وعلى النار واحد اش دار دابا راه زيد الحوايج داكشي اللي باغي داكشي غنمشي نخلص اش دار جا وصلت في كاين في كيخلصوا كيكونوا دوك الله وقف قدامي تيهضر بالتليفون تيهضر بالتليفون واشني يا صاحبي واقف قدام الناس وش 10 دقائق كتهضر في التليفون واش انت خدمتك هضره ديال التليفون كنت انا اللي مغربي وراه باينه صافي هادي راه الحمر يفهمها واش انت واقف قدامي قدام كتهضر في التليفون وخدمتك راه لا سيكوريتي يعني راه صيفطو هذاك هذيك الصال اللي تيكونوا فيها سميتهم هذيك الصال اللي كيكونوا فيها دوك اللي حاضين الكليان كله مراقب تم كتكون كتقدا راه محاضينك دابا راه يكونوا صيفطوه يقول له فلان راه حضيه بحال نتوما هادشي اللي تنقول لكم حنا من حسن الحظ من حسن الحظ ديالنا الناس بحال المهاجرين وانهم عايشين بعدا في دوله اللي القانون ديالها كيحمي المواطنين كامل كما كان من حسن الحظ ديالنا ولكن باش تغير العقليه راه ماشي سهله هنا القوانين كما قلت في الفيديو ديال البارح الدستور والقوانين كتحمي الناس اللي عايشين هنا هذا افونتاج كبير بالنسبه لينا حنايا ما كانتش هاد القوانين اللي كتحمي المواطن ما كانتش هاد القوانين والدستور اللي اوف ولكن باش تغير العقليه راه ماشي هما عاد دابا هاد هاد لي جينيراسيون جداد دابا هاد الشباب وهادشي هما دابا ولفوا اوي واش الديور كاين شوفو 850 اورو الشهر هو قالك راه التكرا هي 100 متر 100 متر كارية جوج دوشات اربعة البيوت وفيه شنو الماء سميتو الماء والزبل حاشاكم 50 اورو في الشهر خصك تخلصها يعني 900 اورو في الشهر لا شي تكري واش تكرا باش ان شاء الله ندير لكم شي فيديو على هادشي ديال العقار هنا وتخيل دابا 800 900 اورو في الشهر واحد اللي كيضرب 1000 هنا دابا راه لو سالير مينيم هنا الخلصة المينيم باش كتبدا من 1000 وطلع للفوق ولكن راه كاين ماشي كلشي هذا القانون كان خرجته الحكومه وصادق عليه البرلمان الاغلبيه ولكن باقي ما عرفتش واش خرج ولا قانوني ولا مازال راه كاين اللي دابا كيشد 800 اورو 900 اورو وشو الكرا كي داير هذه مدينه صغيره 140 الف نسمه وماشي صناعيه نو كاين الصناعه هنا ماشي سياحيه وشوفوا الكرا شحال غالي 900 اورو في الشهر دار عادية راه ماشي فيلا وكما قلت لكم دابا هذا هو المشكل ديال هذه من السلبيات ديال الهجرة يعني سير حتى المغرب فيه العنصرية يعني نهضروا العنصرية راه هي العنصرية ديال المغرب ماشي بحال هنا اون فوا كيشوف وجهك راه شوف كي داير راه بعض المرة كيغوش العنصرية راه ماشي بارتو في المغرب في الجزائر في الجابون في برد قيز ما مشيتي احنا شنا في المغرب نيت ولكن كما قلت هنا كاين القوانين اللي كتحمينا وكتصور
كاينش التمييز ما كاينش لا هو هادشي كتوقع ديال كتدخل وكيبقى حاضيك راه ما كتحس واخا ما يدي مني والو انايا ما يدي مني حتى حاجه راه حنا دوزنا هذاك راه قول له سير تعاود لولداتك ولكن كتبقى بعض المره كتحس واي اللي نجدرت انا حيت ماشي من هنا توليت الثومه لاصقه فيا لان احتمال اني نسرق والمشكل دابا راه كاين هما حتى هما كيسرقوا راه مرة كاين اللي فيهم كيسرق وبزاف ولكن دابا المشكل هو الواحد ملي ياخذ القرار ديال الهجره خص يدير فالو راه شي يقدر يعيش راه ماشي الجنه هنا اوروبا ولا امريكان كاين الخدمه هنا كاين تمارا خدمه خصك تخدم خدمه خصك تزير راسك تخدم وتدخل الفلوس ضروري خصك تخدم وتدخل الفلوس في الاول البدايه كتكون صعيبه راه كتجي ما تسكنش دار بوحدك كتسكن مع الناس تكون في بيت بوحدك ولا تقدر تكون جوج في بيت تخيل ساكن مع جوج في بيت راه دابا باش نقول لكم دابا راه شكون كتجي تكري شكون كيكري لك دابا هادو اللي كيجيو تيكري لك مغربي كيكون كاري دار مثلا فيها ثلاثه البيوت كونترا في سميتو عندو مثلا ثلاثه البيوت ولا اربعه البيوت وتيكري وما قاداش دابا شوف دابا شوف المصيبه ما قاداش هو يكري لك مثلا تحط 160 اورو ولا 180 اورو في الشهر البيت نو كيجيب جوج كيدخل جوج ما كاين الازمه ديال السكن ازمه خانقه هنا في اوروبا كامله ازمه ديال السكن تيدخل جوج في البيت تخيلوا معايا بيت مثلا فيه دار فيها ثلاثه البيوت كل بيت فيه جوج ديال الناس سته ديال الناس وكل واحد كتقام عليه تقريبا ديك 200 اورو في الشهر الا زيتي تدخل فيها الا لقيتي شي واحد تيموت على الفلوس اما هي غالبا على حساب المدينه الا كنتي في برشلونه حيت غاليه بزاف راه قدا يضرب لك حتى 300 اورو في الشهر 300 اورو وانت ما ساكن ماشي دار ساكنه في بيت دابا هما هادشي اللي كيديروا دابا المشكل هو ديال السكنه هنايا وبعد المره واخا كتلقى السكنه كتدخل لك الشومبر مع واحد ثاني راه كتبقى خدمه واحد خص يجي متكون يكون شي حرفه عنده في الراس الا كان عندك شي حرفه مزيان الا كان عندك مثلا بيرمي ديال الكاميو كتسوق عندك مثلا الاكسبيريونس تسوق كاميو وطرك ما عارفهم انترناسيونال وعاهنا في اسبانيا ثاني مطلوبين حيت فيهم تماره بزاف تقدر تمشي من هنا تمشي حتى لبولونيا تقدر تمشي حتى لهنغاريا تقدر تمشي حتى الانجليز لافرونس خلاص لافرونس راه كيشيلو بزاف الالمان كتبقى كدير تقدر دير 3 ايام عاد ترجع وانت غادي صايق كيباتو في كاميونات وكي شويه الصالير طالع ولكن ماشي ولكن انت ما راه خصك تكون صبار خصك تصبر بزاف ها هما مطلوبه طالبينها كتمشي كيديروا لك عاد تيست تشوفك واش كت المهم راه خصك تكون كتعرف واش تسير راسك وهادي تكون شويه ديال اللغه عندك وصافي فيها الخدمه وهنا اغلبيه هنا بعد المدينه اللي فيها انا اللي كيجيو من المغرب اغلبيه كيخدموا كيخدموا في الفلاحه الفلاحه كتكون عامه موسميه ماشي دائما راك تقدر تخدم شهرين مثلا جيتي في الصيف الفلاحه هنا كتبدا تقريبا من مع ماي شهر خمسة كيبداو يجنيو داك كيبداو الفلاحه كتبدا وشويه كيبداو يجنيو المشماش البرقوق حتى كيبداو التفاح خوخش هادي دابا بادين مع دابا الخوخ مع الشهديه مع البويض كاين واحد الانواع ديال الخوخ اللي كتعطل كتبقى حتى شهر 10 ما شاء شي انواع ديال البويض وشحال شي انواع ديال التفاح دابا صافي تقريبا راه ما بقاش سالاو تقريبا دابا
كاين الصناعه كاين ثاني شي وزينات كاين. هو من واحد ما كتكون عنده تجربه في شي حرفه كيما كانت كيكون عنده سهل باش يلقى خدمه، اما لا كتكون ما عارف والو راه صعيبه راه ماشي عاد تجي راه صافي غنجي نخدم نو. تقدر دوز 4 شهور 5 شهور بلا خدمه تقدر تكون. اول واحد من يجي خص يكون متهيئ نفسانيا انه يقدر يجي وما يخدمش وما تكونش عنده الفلوس باش ضروري خص يجي معاه شحال ديال الفلوس. شي واحد لا يوقف معاه راه السكنه راه ماشي عاد على اول حاجه السكنه خصك تلقى فين تسكن. السكنه ضروري هنا في هذه المدينه كما قلت لكم انا كاين 140 الف نسمه. عرفتوا شحال كاين واحد عايش في الزنقه؟ تخيلوا معايا 129 واحد على البارح شتا 129 واحد اللي كاين في الزنقه اللي ما لاقي فين يسكن. دابا حيت ما كاينش البرد كاين عسو في الزنقه، كاين عسو في الواد، كاين عسو تحت شي عماره قديمه كيدخلوا لها. راه كيما كنا صورت لكم واحد الفيديو، اول فيديو صورت ديال فيديو قصير ما طويلش ديال شي وحدين اللي كينعسو تما في تيران الكرة كواش قدام تما كينعسو. إما في البرد البلدية اش كدير؟ البرد كيكون درجة الحرارة كتنخفض بزاف، بعد المرة كتولي ناقص 4 ناقص 3 ناقص 6 على حساب. ما يمكنش أنك تعيش تسكن في الزنقة تباس في الزنقة، لا بالتي راك غتجمد غتموت. كيجي البلدية كاين الناس اللي خدامتهم كلفين بهذا الشيء، داك الشيء السوسيال تيديهم واحد واحد المكان تما فين كينعسو. كاين لاموسيات كاين كياكلو تما كيدوشو تما والله غدا كيخرجو. عاد تاني كاين واحد البلاصة فين كياكلو هذيك ديال الماكلة على طول العام، على طول العام كتدي من الوثائق ديالك بلا راه ما كتخدمش ومحتاج، كيبقاو يمشيو ياكلوا تما تغداو تما يفطروا تما يتعشاو تما، حيت هما كيخدموا مع هادي سوبر مارشي مع لي ريستور مع مخبازات. مع بحال مثلا مخبازة انا شفت بعيني واحد النهار كنت كنشري الخبز ودخل واحد الدري مغربي، دري شاب شي 22 عام ولا 30 عام وخارج بكروسة عامرة بالخبز، راه شي شنو نقول لكم راه شي 140 كوميرا ولا 150. هذاك غالبا داك الخبز كيديوه لهاد الجمعيات اللي كتهتم ب الناس اللي ما الظروف ديالهم صعيبه بزاف وما عندهمش الامكانيات باش فين يسكنوا ما عندهم ما ياكلوا ما عندهم. ولي سوبر مارشي ثاني كيعطيوهم ماكله كيعطيوهم. وعاد كاين واحد الجمعيه اخرى هذيك تيمشيو لها الناس اللي ماشي اللي عايشين في الزنقه، هذوك ساكنين بران على راسهم هما ما خدامينش، ما عندهمش باش يتقداو الماكله، ما عندهمش باش يخلصوا الضوء، ما عندهمش يخلصوا الماء، ما عندهمش باش يخلصوا الغاز. ما هذوك كيمشيو كيعطيوهم الماكله، ما عرفتش واش داير لهم مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه، كيمشي كيعطيوهم الخبز كيعطيوهم الحليب كيعطيوهم الماكله بالخصوص دي كونسيرف بيمو الدراري الحليب. المهم على واحد باش ماشي والو اللهم مش ولا ولا عمى. هي كتكون تجربه خايبه على الواحد كيكون في مسكين في الظروف. الله يحسن العون الله يحسن العون الله يسهل على كل شيء. وشو دابا بديت معاكم من هذا الشيء اللي وقع لي في السوبر مارشي شو وصلت نكروا يا بلا موضوع تيجر موضوع. ها تشوف شو اش دارت السيده هذا مول الطوموبيل، انا غادي نقطع واخا كنت باقي معوش باقي ما باغيش معوش نقطع وصل حيت هنا انتم شوفوا هنا ما كاينش فروج. اش دار وحبسها حبسها ليا راه ما كاينش ديك اللي كيجي منير وصل المدينه وغادي 8 كيلومتر في الساعه ويقدر يخبطك ويزيد ولا ضرب قرقوبي ولا ضرب حشش وسكران ولا شوف دينا موجود يمشي يضرب واحد وغادي هو. هنا لا هنا كيوصل الطوموبيل اما كيوصل
فيما كاينش لا كان الفروج لا كان حمر راه يوقف، كان خضر راه غادي يزيد. ولكن كاين شي بلايص شي زناقه مثلا ما كبارش، هذيك الاسبقيه ملي ما كانش فروج الاسبقيه كتكون ديما الراجلين، حتى كتقطع بكل مرتاح مر. هو كيحبس هو كيحبس. انا شفت تما كنمشي للمغرب كنتفاجئ انا خويا داك داك السوقان تما هو خصو يحبس وما كيحبش، ما كاين لا فروج لا الاخضر لا احمر لا قهوي لا والو وما كيحبش. يلا زيد واخا الاسبقيه راه ديال المواطن، هو من مشي يدوز بيرمي راه قالوا له الاسبقيه راه ديال المواطن من ما كيكونش الفروج. ولكن لا حياة لمن تنادي، كيركب في الطوموبيل كيسحب راسو راه هو وراه ما عرف شنو، وهي الناس الطوموبيل راه جا الطوموبيل راه وسيلة للتنقل راه ماشي شي ماشي قصر، راه وسيلة للتنقل شي حاجة عادية صافي. تيبان لي التصوير اليوم بخير، هذاك الفيديو اللي درت البارح اللي صورت البارح غادي ما كيبان والو، ما عرفتش ملي شفت الفيديو قلت ولي واش درت، كارثه كارثه كارثه. داك الشيء علاش المشاهدات قليله فيه سي نورمال، دخلوا الفيديو ما يعجبكش راه تزابي. نتمنى لا يعجبكم مع لا ثاني، حيت كنت في الشارع وديك زون كوميرسيال داك الشارع كيكون عامر، وثاني ما كانش عندي الوقت بزاف داكشي علاش كنت غادي وكنا كنجري. شوف دابا فين مشيت معاكم، داكشي علاش كنقول لكم هادشي ديال حنا ولفنا به ولفنا. ملي كتكون بعض المرات كتقدر تخرج شي واحد عنصري ولا واخا داكشي قليل راه ماشي بزاف. انا السوبر مارشي اللي كنمشي له اللي قريب للدار فين ساكن ما كيعرفوني.